دايما عندنا كده في مصر في اكلات من الاكلات اللي احنا بنسميها شعبيه، ايا كان سعرها عامل ازاي في اي فتره هو من الاكلات الشعبيه، من ضمنها الفول والطعميه وطبق الكشري. طبق الكشري هو احد الاكلات الاصليه في الثقافه الشعبيه المصريه، وكمان احد اشهر اصناف الطعام اللي بيحرص عليها السياح وزوار مصر عشان يتناولوها وياخدوا التجربه بتاعه ان هو يدوق الكشري المصري. طبق الكشري المصري زيه زي الاكلات الشعبيه العالميه، الاصل فيها انها المفروض انها شعبيه في متناول الجميع وعلى راسهم اقل طبقه اقتصاديه في البلد. حتى تلاقي عند بتاع الكشري دايما بيقولوا في حاجه اسمها كيس الكشري، هو ده بقى للناس الشعبيه قوي، بدل ما ياخد طبق في بلاستيك وكده لا ده بياخد كيس الكشري كمان وبياكل الكشري من الكيس. فلما يحصل تغير في مكونات او اسعار الطبق ده هنشوف اكيد حديث وجدل حواليه، وده بالضبط اللي حصل بقاله كام يوم. طبق الكشري متصدر حديث رواد السوشيال ميديا، بس السؤال بقى ليه او ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بقى دلوقتي في حاجه اسمها كشري اندكس، وهي عباره مشهوره للصور اللي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مع رسوم بيانيه، واللي كان مصدرها اشهر الوكالات الاقتصاديه في العالم، وهي مؤسسه بلومبرج اللي عملت مؤشر الكشري الاقتصادي او المؤشر الاقتصادي للكشري عشان تشوف تأثير الدولار والتضخم الموجود على الشعب المصري والمواطن البسيط. قالت في تقرير ليها، تقرير مطول، ان متوسط سعر مكونات الوجبة قفز سنويا بنسبة 58.9%، وده حصل في ديسمبر الماضي، يعني حوالي 3 أضعاف المعدل العادي أو التضخم، معدل التضخم السنوي البالغ في مصر 21.3%. وقالت رغم رخص مكوناته إلا أنه لم يكن محصناً من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. فتعالوا كده نشوف مع بعض التحليل ونقارنه بالشهور اللي فاتت، التحليل اللي عملته بلومبرج. زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة أن سعر الكشري كان بادئ في ديسمبر 2021 9 جنيه و2 قروش، وبدأ يطلع 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 معاك لغاية يونيو 2022 لما وصل ل 12.45، وبعد كده نزل له نزلة خفيفة كده لغاية 11، وبعد كده دلوقتي في ديسمبر 2022 وصل ل 14.33 جنيه. وبتحليل أدق لكل مكونات طبق الكشري فكانت الزيادات بالشكل التالي، زي ما احنا شايفين برضو قدامنا على الشاشة، الطماطم 83%، البصل 27%، الزيت 47%، المكرونة 57%، العدس 66% أو 75% المكرونة، والعدس 66%، والرز 89%. ارتفعت أسعار المكرونة وزيت الطهي، وده المفروض إنها كانت مدعمة من الدولة، وزي ما شايفين على الشاشة قدامنا وصلت لنسبة 57.46% ارتفاع، دي حاجات مدعمة. مؤشر الكشري ده لما نزل على السوشيال ميديا الناس تفاعلت معاه كتير جدا، منهم مثلا شريف اللي سخر وقال أنا أصلا ما بحبش الكشري، هشتري بقى أسهم وخلاص من بلومبرج، وهو شايف ان كده ممكن الاستفادة المثلى للكشري. تعليق اخر برضو من احمد ابو العنين بيقول اول مرة اعرف ان بلومبرج عاملة مؤشر للكشري، ومن غير ما ابحث اكيد ابو طارق هو المسؤول عن المؤشر ده. احمد عاطف برضو قال كشري التحرير الطبق المعتاد اللي متعود دايما اجيبه ب 45 جنيه، وتشز يا جماعة احنا النهاردة هناكل كشري يعني فبنوفر، بقى ب 135 جنيه، وعشان نوفر يا اولاد ايه ده احنا ما وفرناش، طيب مش مشكلة. اسراء برضو قالت فكرني بمشهد في فيلم طباخ الريس اللي قال له طبق الكشري بكام، فقال له بخمسة جنيه ريس، فالريس زعل قوي وقال له او اقال وزير التموين. برضو في بعض الناس بدأت تلجأ لفكرة في نوع كده مش من تحديات، خلينا نقول عليها انها صور بتنتشر على الفيسبوك للناس بتقول انا كنت عاصرت لما كان سعر الحاجة بكام. كل فترة كده الناس بتاخد سكرين شوت من بوستات للناس اللي قبلها وتعلق عليها بنفس المنطق ان انت عاصرت سعر سلعة معينة لما كان بكذا. فواحد من الناس كان كاتب، وهو اسلام سلامة، كان كاتب ان هو حضر الفرخة المشوية لما كانت ب 8 جنيه. حمود عاشور قال له انا حضرت إزازة الكولا لما كانت ب 45 قرش، أسامة قال له أنا حضرت لتر البنزين بجنيه. برضه في ناس تانية من الناس اللي كانت معلقة، ومنهم واحد من الناس اللي كان معلق بيقول أول أو أنا فاكر الأسعار سنة 1995. ده واحد بقى من الناس القديمة شوية، فقال لك أنا حضرت 10 بيضات بجنيه، وحضرت علبة كشري ب 25 قرش اللي إحنا شفناها شوية في المؤشر واصلة ل 15 جنيه.
وسندوتش الفول والطعمية 15 قرش، سندوتش البرجر 35 قرش، ربع كباب وكفتة مشكل ب 7 جنيه، وربع فرخة وسلطة وطحينة وعيش ب 2 جنيه. دي كان واحد من تعليقات الناس اللي بيقارن أسعار زمان بأسعار دلوقتي. برضو تعليق آخر من التعليقات اللي معانا من حساب النمس بيقول طبق الكشري ب 40 جنيه ومحتاجين الحكومة تنزل بقى بالكشري البرازيلي، يعني هو برضو متخيل إن دي أزمة وهتحلها الحكومة إن شاء الله إنها تجيب لنا كشري برازيلي. تعليق الأخير معانا من حسان اللي قال هو مين اللي قال إن الكشري وجبة الفقراء؟ دي أكلة أصلاً هندية وغير مشبعة وكل الناس من كل الطبقات بتحن لأكلها من حين لآخر وتتاكل بره لأنها بتكلف في البيت، وحتى أكلات الفول والطعمية والبطاطس والباذنجان والمسقعة والبصارة والعدس وهي مشبعة كانت بتاكلها كل الطبقات، فقط كان التفاوت في التكرار. فهو بيدافع عن فكرة إنها مش أكلة شعبية فعادي جدا إنها تزيد. بس بغض النظر يا حسان عن أصل الأكلة مصري ولا غير مصري، لكن الكشري كان واضح ان هو من ثقافة الشعب المصري، وزي ما قلت لكم كان في حتى حاجة اسمها كيس كشري، والحقيقة الموجودة حاليا انها اصبحت ما هياش وجبة في متوافر الغلبان، وربنا يكون في عون كل اهلنا من الشعب المصري ونعدي الأزمة دي على خير ونشوف الفترة الجاية تحسن في حياة المواطن المصري.